بعد تعرضها لهجوم حوثي الشهر الماضي غرقت سفينة الشحن روبيمار، حيث أعلنت شركة الاتصالات الدولية سيكوم عن خلل في نظام كابلات الإنترنت في البحر الأحمر. مسار أحداث متصاعد شهدته منطقة البحر الأحمر بين الحوثيين والدول الغربية بقيادة أمريكا وبريطانيا خلال الأيام الماضية. لعل الاستهداف الذي حدث لخطوط الاتصالات الممتدة تحت البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن أحد المؤشرات المهمة على هذا التصعيد، ولكن هل قام الحوثيون بقطع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر فعلاً؟ أصبح هذا السؤال يتردد بشدة في ظل تقارير عن أن العديد من الكابلات البحرية قد تضررت قبالة سواحل اليمن، رغم أن العطل الذي حدث لم يؤدي لقطع الاتصال عن أي بلد، ولكنه أدى على الفور إلى تدهور في خدمة الإنترنت بأجزاء عدة حول العالم. تشير التقديرات إلى أن البحر الأحمر يحمل حوالي 17% من حركة الإنترنت في العالم عبر أنابيب الألياف، ويعتبر مضيق باب المندب عنق الزجاجة بالنسبة للكابلات البحرية للإنترنت، كما كان عنق الزجاجة للتجارة العالمية. لم يتضح سبب تضرر الإنترنت، لكن أشار خبراء إلى أن الحوثيين وراء ما حدث، فيما ألقى بعض خبراء الاتصالات باللوم على سفينة الشحن روبيمار التي تعرضت للضرر نتيجة عمليات الحوثيين أيضاً في البحر الأحمر مؤخراً. بحسب تقديرات، فإن طاقم السفينة أجبر على رمي المرساة ومغادرة السفينة بعد تعرضها لحادث، وتشير التقييمات الأولية إلى أن المرساة التي كانت تجر على طول قاع البحر من المحتمل أن تكون أثرت على الكابلات البحرية التي توفر خدمة الإنترنت والاتصالات حول العالم. تضرر هذه الخطوط البحرية ماذا يعني؟ ما هي التداعيات؟ طبعاً كما جاء في تقريركم هناك تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة جداً على الدول وعلى الأفراد والشركات. رغم غموض السبب واختلاف الرؤى حول ما حدث للكابلات، إلا أن قطع الكابلات البحرية أو إتلافها يؤثر بشكل كبير على حركة الاتصالات والاقتصاد، وحتى على القدرات العسكرية وأنظمة المراقبة والرادار والتوجيه، حيث تعد الكابلات واحدة من أهم البنى التحتية الرقمية في العالم، إذ تخدم أكثر من 95% من تدفقات البيانات والاتصالات الدولية، بما في ذلك نحو 10 تريليونات دولار في المعاملات المالية يومياً. وأي أضرار بالكابلات يمكن أن تمنع الوصول إلى الإنترنت عبر مناطق شاسعة، مما يتسبب في اضطرابات اقتصادية كبيرة لبلدان بأكملها. تخريب الكوابل فيتوقف العالم. وأشرت أيضاً أن 99 أو إلى 95 من الاتصالات التي تجري في العالم تمر من هذا الكوابل. هناك تحد آخر يضاف إلى أضرار انقطاع الكابلات في هذا الجزء من العالم، ويكمن في أهمية الموقع نفسه شديد الحساسية، ما يجعل مسألة الصيانة والإصلاح شديدة التعقيد، فلا يمكن لعملية الصيانة أن تنجح في ظل العمليات الحوثية. تداعيات كبرى تنتظرها دول العالم تضاف إلى التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأوضاع في البحر الأحمر، وكلها يرتبط بما يحدث في القطاع، ما يجعل أي مقاربات للتعامل مع ما يحدث تقتضي أن تبدأ من القطاع أولاً.